السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بسلامة والصحة والعافية. مرحبا بكم مرة اخرى في قناتي وقناتكم. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله بتمام الصحة والعافية. اسمحوا لي، راه ضاربني البرد. هذه من جهة. من جهة ثانية، دابا انا في الفيديو الاخير كنت قلت لكم بلي غادي نشارك معكم تفاصيل المرضى اللي كنت كنعاني منها هذه الفترة هذه. صراحه في كل مره كنت كنجي كنقول لكم راه انا كنت غابره لظروف صحيه، راه انا كنت غابره لظروف صحيه. دابا غادي ما كنتش باغا نشارك معكم صراحه هذا لا فيديو. انا ما كنبغيش نهائيا انني نطرح المشاكل الشخصيه ديالي اولا حياتي الخاصه في السوشيال ميديا، ولكن هذا الموضوع بالضبط فكرت شحال من مره انني واش نطرحه ولا ما نطرحوش، ولكن في نهايه الامر رسائل انني نطرح هذا الموضوع هذا، لانه يقدر شي ناس اخرين يعني كيعانيوا من نفس المشكل وما قادرينش يتوصلوا بالضبط للسبب اللي كيعانيوا منه. كيف ما انني انا في الفتره اللي كنت كنعاني من هذيك الاعراض ومن المشاكل الصحيه، ما كنتش عارفه بالضبط اشنو عندي. الحاجه اللي خلاتني التجأت بزاف ديال الاطباء اختصاصيين في مختلف التخصصات، انا غادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل من خلال الفيديو. مهم في نهايه الامر بصعوبه قدرت نوصل للمرض اللي عندي بالضبط باش نقدر نعالجه، لانه ما كانش باين اشنو السبب اللي عندي منه المشكل، وحتى المشكل بالضبط ما كانش باين. يعني كنمشي عند طبيب كيقول لي ما عندك والو، كنمشي عند تخصص ثاني كيقول لي ما عندك والو، تخصص ثالث ما عندك والو، في حين انني انا كنعاني من واحد الاعراض اللي خايبه بزاف. منها العرض الكبير كاع اللي كان مخليني ما كنقدرش نمارس حياتي الطبيعيه بشكل او حياتي العاديه بشكل طبيعي، هو الالم في الراس. واحد الالم شديد بواحد الطريقه ما كتصورش، واحد الالم اللي ما كانش كيخليني ننعس. يعني كنعس بحرق راس وكنفيق فيه حرق اكثر من هذاك الحرق اللي كان فيه، لدرجه انا وليت كنخاف الناس، وكنظن انني كون طولت واحد المده اكثر من هذيك اللي دوزت كنت فريمون غادي ندخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب اللي ما كتصورش. حيت مؤخرا وليت كنحس باعراض ديال الاكتئاب، حيت صعيبه بزاف انك تكون كتعاني من واحد الاعراض وكتمشي عند الطبيب وتيقول لك ما عندك والو. ملي ما عندي والو انا منين كيجيني دوك الاعراض؟ منين علاش عندي هذاك الالم لهذيك الدرجه؟ علاش؟ يعني انت عندك مشكل ديال الالم في الراس وكتمشي عند طبيب الراس كيدير لك لي سكانير، كيدير لك تخطيط، كيدير لك كلشي، تيقول لك ما عندك حتى شي حاجه، راه الراس ديالك ما فيه والو، ما عندك حتى شي مشكل اللي غيخليك توصل لهذه المرحله اللي انت فيها. عاد زائد كاين اعراض اخرين، كان عندي مشكل في القلب، كنت كنحس بالدقات ديال القلب ديالي ماشي نورمال، لدرجه ان بعض المرات اما كيتبط او كنحس بحال شي حاجه بحال كتشد القلب وكتلويه بحال هكا. يعني انا كنشرح لكم بهاد المصطلحات باش نقدر نوصل لكم هذاك الاحساس اللي كنت كنحس به. يقدر بزاف من الناس كيعانيو تقريبا من نفس المشكل، ما غاديش نقول لكم بزاف، ولكن غالبا غيكونوا الناس، حيت انا تلاقيت مع ناس وصادفت ناس اللي عندهم نفس الاعراض ديالي وما كانوش حتى هما عارفين المشكل مناش بالضبط. وزائد كانوا بعض المرات قلت لكم اما كيتزير لي قلبي وكنحس بالضربات منخفضين، وفي بعض الاحيان كنحس بالقلب كيضرب يضرب بحال شي واحد كيجري، نفس هذاك الاحساس. يعني القلب كيدير واحد الحركه ديال الانسان كيدير واحد المجهود قوي، وفي حد في نفس الوقت انا جالسه في بلاصتي ولا كنتمشى مشي عاديه، ما كندير حتى شي اكتيفيتي اللي غادي ولا شي افورس اللي غادي تعطيني هذيك القوه ديال الضربات. زائد حاجه اخرى، كان كيهبط ليا لا طونسيون بزاف، كان كيهبط ليا لا طونسيون حتى لربعة خمسة، كنكون غاده في الزنقه حتى صافي كنبغي نغيب. الحاجه الثالثه هي طياح الشعر، طياح الشعر كان عندي بواحد الوتيره اللي ما كتصورش، لدرجه انني ما بقيتش قدرت نمشط شعري، وكان طويل ومشي تقطعته، ما بقيتش كنقدر نمشطو، ما كنقدرش نصبر لهذاك المنظر ديال انني كنحط كل نهار كبه ديال الشعر قد هكا. يعني فريمون واحد المنظر اللي خيب. ثالث حاجه هي الصخفه، واحد الصفوريه كانت في الوجه، اي واحد واخا ندير مثلا مكياج خفيف اي واحد كيشوفني تيقول لي مالكي. يعني هذاك الشيء اللي انا كنحس به داخليا واضح حتى على وجهي، يعني ماشي مخبي. المهم باش ما نطولش عليكم، قلت لكم دابا الاعراض اللي كانت عندي بالضبط. اول حاجه درت مشيت عند الطبيبه ديالي اللي هي طبيبه اختصاصيه جينيراليست اللي متبعه معها انا.
شافتني قالت لي بغنو عندك يعني من شوفه نقدر نقول لك يقدر يكون فقر الدم وكذا. عطاتني دي زاناليز اللي درتهم خرج عندي واحد شويه ديال فقر الدم يعني واحد النسبه قليله. وقالت لي ما كنظنش هو اللي يدير لك هاد الاعراض كامله اللي عندك. قلت لها اشنو غادي ندير دابا؟ قالت لي انا غادي نعطيك التريتمون وتبعيها 4 شهور وغادي تعاودي ترجعي عندي باش نعاودوا الاناليز ونشوفوا شنو كاين. قلت لها واخا. عطاتني الدواء، عطاتني فيتامين سي معاه، خديتهم. خديت كناخذ يعني ماكله صحيه، ماكله في الوقت وكلشي، متبعه النظام ديالي كناخذ الدواء في الوقت. دازت واحد المده ديال 4 شهور، فهذيك الفتره كامله ما كانش كتحسن الحاله ديالي، يعني ما كانش كنتغير نحو الافضل، بالعكس كنت كنتغير نحو الاسوء. كنت غادا وتيتزادوا عندي دوك الاعراض، هذيك السخفه ولات كتزاد، الطونسيون كيطيح ليا بزاف، قدرت طيح ليا جوج مرات ثلاثه في النهار، يعني بواحد الوتيره اللي ما كتصورش، كلشي كلشي تقريبا بزاف. عاود ترجعت عندها ملي عاودنا لي زاناليز، لقينا باللي داكشي باقي هو هو، يعني ما تبدل فيه والو. قالت لي ممكن يكون عندك مشكل ديال الامتصاص، نقدروا نقولوا كنقص على التحليله اللي كانت قبل من 4 شهور. واكدت عليا واش كتاخذي الدواء في الوقت، قلت لها اه. الماكله كيفاش دايره؟ منظمه. قالت لي غيكون عندنا مشكل في الامتصاص اولا في الخزان. عطاتني الاناليز ديال الخزان، لقيت عندي خزان ديال الحديد هابط بزاف لدرجه انه خاوي، ماشي هابط، خاوي. خزان فيه 1.93 ديال الحديد اللي خاصو يكون في النورمال ما بين 45 و 155 على حسب التحليل اللي كنت درت انا وعلى حسب لابوغاتوار اللي كنت درت فيه التحليله، حيت تقدروا تلقاو اختلاف يعني من لابو لابو. حاجه اخرى، لقيت الفيتامين دي ناقص، هو خاوي. الكالسيوم خاوي. كاع لي فيتامين اللي نورمالمون كيكونوا في الجسم ديال الانسان كلهم انا عندي ناقصين بزاف، يعني ماشي ناقصين شويه، ناقصين بزاف. وقالت لي ومع ذلك ما كنظنش ان هاد الاعراض هادي اللي فيك غادي تادي بك الحرق ديال الراس وكذا وكذا. واخا عاود عطاتني تريتمون ديال الدواء، مشيت كناخذها ما كاين حتى شي تحسن. مشيت درت تحليله تقريبا من بعد شهر، لقيت داكشي ما تحركش، مع انني زدت في لادوز ديال الدواء، بدلت الدواء، كناخذ يعني لي فيغ لي كونسونطري، كناخذ فيتامين دي، الكالسيوم، كلشي، باقي عندي نفس المشكل ما تحسنش. هذوك المشكل ديال ضربات القلب تزاد عندي بزاف، قلت انا ياك ما عنديش مشكل في القلب ولا شي حاجه خصني ضروري نمشي نشوف الطبيب اختصاصي. مشيت عند الطبيب ديال القلب ما عندي والو. عندي مشكل ديال حرق الراس، قلت بلاتي نمشي عند الطبيب ديال الراس نشوف ربما كاين مشكل من شي حاجه في الراس، شي الله يسر الله يسر، حنا كنقراو وتنسمعوا على بزاف د الحوايج. المهم مشيت درت سكانير، درت الشبكه، ما عندي حتى حاجه. قال لي ممكن يكون عندك شويه ستريس، شويه العصاب هو اللي داير لك الالم في الراس. عطاني الدواء، صراحه ما خديتوش حيت انا ما اقتنعتش اصلا بالتشخيص. شويه تنفخوا لي عيني، قلت واقيلا لا عندي مشكل ديال مشكل الراس من العينين. مشيت دوزت عند طبيب ديال العينين، فريمون لقيت عندي مشكل ديال العينين، يعني شتوني راني بدلت نضادر على النضادر اللي كنت كندير قبل. بدلت النمره ديال الشوف، لقيتها تنقصات. لقيت عندي حساسيه ديال لي سيزون، يعني ملي كيتبدل من فصل لفصل كيكون عندي انا واحد الاليرجي. هذه كانت عندي قبل ولكن ما كانتش عندي بالحده اللي كاينه دابا، وما كانتش عندي من فصل لفصل، يعني كنت انا غير من الصيف للصيف فقط، من الصيف للصيف كانوا كيضروني شويه عيني، تيتنفخوا كيحمروا، ولكن ماشي بنفس الحده اللي جاتني هذه المره. حاجه اخرى عاوتاني، لقيت حساسيه من الشمس، يعني في عيني مابقيتش كنقدر على ليكليراج بزاف، لا من الشمس ولا في البيسي ولا في التليفون ولا حتى الضو ديال الدار. داكشي علاش الطبيب عطاني هاد النظاره، كما كتشوفوا هما اللون ديالهم تيتغير، اللون ديالهم دار لي فيه لونتي روفلي بلو، يعني ضد الاشعه ديال البيسي والتليفون ولا البورطابل، وفي نفس الوقت فيهم الفوتو نوار. الا شفتوا في الفيديو اللي كانت في المكتبه راه كانوا كيبانوا مره نفس النظاره وكانوا كيبانوا كحلين. المهم هذه من جهه، ولكن قال لي شكيت واش عندك لاسيونيزيت، يعني الاعراض اللي عندك ديال حرق راس راه واقيله ديال لاسيونيزيت. مشيت درت سكانير ديالهم، خرجوا الحمد لله نيجاتيف، يعني ما عنديش لاسيونيزيت. قلت لي اشنو غيكون عندي مشكل؟ قال لي يقدر غير من فقر الدم ومن هذه. المهم جلست تبعت التريتمون، ما كاينش تحسن. عاود التحليله الثالثه، ما كاينش تحسن. الطبيبه قالت لي كنظن يعني من بعد ما دزت على التخصصات ومشيت بالحق عند طبيبه اختصاصيه في الدم، عرضت عليها التحاليل ديالي وكلشي، قالت لي حتى هي المشكل ديال الامتصاص حق لا، قالت لي مشكل ديال فقر الدم
يقدر هو اللي يدير لك هاد الاعراض هذه، ولكن حيت يعني تزامن مع نقص الفيتامين دي ونقص الكالسيوم. وهاد الهضره هذه قال لي حتى الطبيب ديال العينين، قال لي راه حيت غير فقر الدم بوحدو كيدير واحد الاعراض خفاف، النقص ديال الحديد زمان بوحدو كيدير واحد الاعراض خفاف، والنقص ديال الكالسيوم بوحدو كيدير واحد الاعراض خفاف مع الفيتامين دي، وهما كاملين يتجمعوا في دقه واحده عطاو واحد الاعراض اللي هي حاده بزاف، وحد الان باقي ما اكتشفوش ليا المشكل ديال الراس. حتى الطبيب ديال الراس ملي مشيت عنده ما اكتشفش ليا المشكل ديال حريق الراس. عاود رجعت عند الطبيبه الاولى اللي كنت نتبعها معها اللي هي جينيراليست، بقينا كنتدارسوا انا وياها المشكل، حيت باش مزيان انا بدا نصيحه نعطيها لكم، مزيان انكم تبعوا مع طبيب واحد، يعني شوفوا طبيب واحد وبقاو ديما فيما تكون عندكم شي حاجه تمشيو عند نفس الطبيب. عاد الا احتاجيتوا لتخصص اخر سيروا لطبيب واحد اخر. علاش؟ حيت ملي كيكون طبيب واحد متبع معاكم واحد المده طويله كيكون عارف شنو هما الامراض والمراحل وكلشي داكشي اللي كدوزوا. هادشي اللي كان عندي انا مع هاد الطبيبه هادي، وكنوجه لها الشكر من هاد الفيديو هادي ولا من هاد المنبر، لان صراحه كانت تعبات معايا ووقفات معايا الله يجازيها بخير. يعني حتى بكثرة ما طولت انا وياها تجاوزات هذيك العلاقه بيني وبينها، علاقه ديال المريض وطبيبه، ولكن وصلنا لمرحله ديال الصداقه. يعني فريمون ولات كتشوف معايا المشكل ديالي بواحد الطريقه اللي ماشي بحال كما كتشوف مع اي مريض، وخا هي صراحه مع كاع الناس كتعامل معامله زوينه وطيبه، وهادشي اللي خلاني انا اصلا طولت معاها. المهم باش ما نطولش عليكم، بقينا انا وياها كنتدارسوا المشكل اللي عندي، ورجعنا للور شويه لقينا شحال هادي كنت كنعاني من المشكل ديال المعده، والمعده كان عندي مشكل ديال العرق ديال العصب، كان كيتنفخ ليا في المعده، وكنت عانيت من واحد الفتره طويله، وكنت كناخذ لي تريتمون باش تهدل ليا. وملي عاودت دارت ليا الفحص لقات راه عندي القولون العصبي، هذاك القولون العصبي شاد ليا الجهاز الهضمي كامل. هنا قالت لي ربما ما ندخلوش لشي تفاصيل اخرى، حيت كانت الطبيبه الاختصاصيه ديال الدم كانت دخلات معايا في تفاصيل اخرى وفي شي امراض اخرين اللي انا ما ارتحيتش ليهم وما كملتش معاها، حيت كانت عطاتني تحاليل اخرين ما درتهمش وما رجعتش عندها. هذوك التحاليل اللي كانوا شويه كيخلعوا، يعني بهذا المعنى هذا ما غاديش نهضر عليهم، الا بغيتوني نعاود لكم عليهم في فيديو اخر ماشي مشكل، ما غاديش نذكرهم في هذا الفيديو، ولكن هذوك التحاليل كانوا كيخلعوا وكان الثمن ديالهم طالع بزاف، داكشي اش انا استغنيت عليهم ما درتهمش. وملي قالت لي الطبيبه غادي نقول لك بان راه يقدر يكون المشكل ديال الامتصاص ديال الحديد وديال لي فيتامين كاملين، يقدر يكون المشكل الاساسي ديالو هو القولون العصبي. هنا وقفنا، قالت لي انا غنطق التريتمون ديالو غنعاودو نتبعو شهر مع الفيتامين دي مع الكالسيوم مع الفيغ ومع الماكله الصحيه، وغادي نحاولوا اننا ناخذوا حتى التريتمون ديال القولون العصبي ونشوفوا من هنا لواحد الشهر نعاودوا لاناليز ونشوفوا الا كان داكشي كيتحسن ولو غير بالنسبه ديال 5% غادي نكملوا، غادي نكونوا متاكدين ان هذا هو المشكل الاساسي. و سي فري ملي بديت كناخذ التريتمون اول حاجه كان عندي مشكل ديال النعاس، ما كنقدرش ننعس بسبب الحرق ديال الراس. اول حاجه بديت كننعس، يعني وليت بدا هذاك الدواء غير كنشربو من وراه بواحد نص ساعه ولا ساعه كنحس براسي صافي خصني ننعس كننعس. هذه من جهه. حرق ديال الراس تقريبا من بعد اسبوع اختفى، مابقاش فيه حرق الراس. الاعراض الاخرين بشويه بشويه بداو كيحيدوا، بشويه بشويه بديت كنحس بتحسن، بدات كتحيد مني الصخفه، بديت كناكل مزيان، تفتحات لي شهيه، كنت واحد الفتره ما كناكلش وفي نفس الوقت ما كنقش في الوزن، يعني منفوخه. وليت قلت لكم حرق الراس. المهم تقريبا اغلبيه ديال الاعراض بداو كيختفوا. كملت مده ديال شهر، اتصلت بها قلت لها نمشي نعاود دابا لاناليز، قالت لي عاوديها. ملي عاودتها من 1.93 في الفيغ في الفيغيتين يعني في الخزان ديال الحديد طلعت ل 15. هنا ملي ديت لها التحليله قالت لي الحمد لله حنا دابا غاديين في الطريق الصحيح. هنا اكتشفت ان المشكل الاساسي اللي كان مسبب لي هاد الاعراض كاملين، اولا باش نقول لكم خلاصه زعما ديال هاد الشيء كامل اولا ديال هاد المرضي كامل اللي دوز، المشكل الاساسي هو الامتصاص. والامتصاص شنو اللي كان مسببه؟ هو القولون العصبي اللي انا شحال هادي عالجت عليه، ولكن مع المده صافي ولفته ما بقيتش كنسوق ليه بهذا المعنى هذا، يعني ما بقيتش كنديها فيه وصافي راه العصب في المعده، كان كل شيء حاجه كضرني المعده، كانت عصب كضرني المعده، ما بقيتش كناخذ التريتمون ديالها، ما بقيتش كن كن
يعني ما كنتش عياه واحد الاهتمام كبير على انه هو شي حاجه اللي غاف وشي حاجه اللي خايبه، حتى تسبب لي هو في امراض اخرين. الحاجه اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو ان الصحه ديالنا ما كتضاهيها حتى شي حاجه وما كتسوى حتى شي حاجه اخرى قدامها. شي حاجه اي حاجه ضراتني في صحتي نمشي ندوز نعرف فين كاين عندي المشكل بالضبط، ما نتهاون في حتى شي حاجه، راه حتى حاجه ما سهله. الا ضراتك المعده اليوم وسكتي عليها وغدا وبعد غدا وبعد غدا راه كتبقى كتفاقم هذيك هذيك المشكل ديال المعده وكيولي مرض اخر. الا ضرك الراس نعرف الراس مناش كيضرني، حيت راه ما يمكنش كاين واحد الالم في الجسم وما عنده حتى سبب. حيت كنشوف انا بزاف الناس تيكون مثلا كضرب شي حاجه كيمشي للطبيب ديال هذيك الحاجه اللي ضارها تيقول لها ما عندك والو، تيقول له صافي ما عندي حتى شي حاجه. من بعد كتطور الحاله ديالو وتقدر الله يسر كيلقى اورام، تيلقى مشاكل اللي هي كبيره ما كيقدرش يعني ما كيقدرش يحد منها. انا هذيك الفتره اللي دوز تقريبا شهر رمضان وشهر اللي قبل منه، هاد الشهرين هادي دازت عليا صعيبه بزاف. ما كنقدرش نشقى في داري، ما كنقدرش ناكل مزيان، ما بقيتش كنقدر نخرج، كنخاف انني نخرج ويطيح لي طونسيون ويطيح في الزنقه. غيبت ماشي مره ماشي جوج في الدار، سخفت ماشي مره ماشي جوج في الزنقه، ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي اكتيفيتي لراسي. انا دخلت في واحد نقولش لكم اكتئاب، ولكن واحد شويه كنت طولت بزاف كنت غنوصل لاكتئاب، لدرجه انني في الفتره ديال شهر رمضان بابا منعتني على الصيام نهائيا. وفريمون انا ما كنتش قادره نصوم، يعني كنصوم كيهبط لي طونسيون 4-3 صافي ركومه هذيك كيطلع غير بزز. انا الطونسيون نورمال كان عندي في ديك الفتره اللي كنت مريضه هو 9، طونسيون نورمال يعني كيوصل 9 وكيحبس ما كيبقاش يطلع فوق من 9. هذا في حد ذاته راه خطر، 9 راه نورمال موراه نازل. الانسان الطبيعي خص يكون الطونسيون ديالو ما بين 12-13، انا كان نورمال عندي هو 9 وملي كيهبط ليا 4 ما كيطلعش كاع على هاد الرقم هذا اللي قلت لكم. يعني عشت واحد الايام خايبه. تخيلوا ان شهر رمضان اللي العام كامل وحنا كنتسناو فيه، يعني اي مسلم العام كامل هو كيتسنى شهر رمضان، شهر الغفران، شهر الرحمه، شهر العباده، شهر يعني كاين فيه بزاف الحوايج اللي الانسان كيتسناهم العام كامل. فهداك الشهر بالضبط انا ما قدرتش نصوم، الطبيبه منعتني منع كلي على انني نصوم. حتى في الايام الاخرى ديك العشر الاواخر تقريبا اللي كنحس براسي زعما شويه وبديت كناخذ فيها شويه صحتي، وقلت لها راه غنرجع نصوم، قالت لي لا انت غدي، حيت قالت لي الا رجعتي دابا صمتي غادي تهرسي ليا النظام. كانت عطيني واحد النظام واحد الريجيم خاص، يعني ابر على الماكله ديال يعني خاصني ناكل كمريضه ديال فقر الدم، كانت عطيني واحد الريجيم حاد على قبل القولون العصبي باش ما يكونش عندي مشكل ديال القولون العصبي. وحيت حيت الدواء تقريبا شربته غير مده ديال شهر، ما خصنيش نشربو كثر. ومن بعد تبعت غير الريجيم والحمد لله الحمد لله تجاوزت هذيك الفتره وتجاوزت هذيك المرحله. والله يقدرنا والله يشافي اللي قدرني زعما على انني نعوض هذيك الايام اللي ضاعت لي في الشهر الكريم وانني نقدر نردها كامله. والله يشافي جميع المرضى، الله يشافي جميع مرضى المسلمين، الله يشافي اي واحد مريض واي واحد ما عارفش اشنو اللي دارو بالضبط. خاصو ضروري يبحث، يعني ما نسكتش على صحتي وما نسكتش على راسي. حيت في هذيك الفتره اللي كنت انا مريضه ما كنتش كنشوف غير راسي، وليت كنشوف الناس اللي دايرين بيا كيفاش ولات حالتهم، كيفاش امي ملي كنفيق الصباح كيفاش هي امي، وليت كنشوف ضعافات بزاف ومرضات ولات في واحد الحاله ما كتصورش، باغا تعرف بنتها مالها. علاش انا وصلت لهذيك الحاله؟ علاش انا ما كنعش؟ علاش انا فيا الحريق؟ علاش انا هادي؟ شفت الزوج ديالي حتى هو كيفاش مكرفص معايا، شفت وليداتي، شفت الناس اللي دايرين بيا كاملين كيفاش كانوا عايشين واحد الفتره اللي صعب من هذيك اللي كنت عايشه انا. يعني الا كنت انا كنتالم غير داخليا هما راه كانوا كيتالموا من جهه اخرى ماديا ومعنويا. لذلك انا نصيحتي لاي واحد، حتى شي واحد ما يسكت على صحته، حتى شي واحد ما يسكت على راسه، واي حاجه ضراتني نلتجا للطبيب وقلب على السبب نجياني هذيك الحاجه. خلاصه القول باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو هذا، نتمنى ان ربي يشفي جميع مرضى المسلمين. وبغيت نبارك للناس اللي نجحوا في البكالوريا، الله يكمل عليكم وان شاء الله توفقوا في الاختيارات القادمه ديالكم. حيت دابا نتوما يلا قطعتوا النص ديال الطريق، مازال النص الاخر اللي جاي هو اللي صعب وصعب. واهم حاجه هي انكم توفقوا في الاختيارات ديالكم، والناس اللي ما قدروش
يتوفقوا في النجاح، ما نجحوش في الدوره العاديه وعندهم استدراكيه. الاستدراكيه هي عباره على فرصه ثانيه. هذه الفتره اللي باقا عندكم ما بين الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه خصكم تستغلوها في البريباراسيون في الخدمه، وكونوا اكيدين اكيدين ان اي واحد تعب ودار مجهود وخدم الا وان الله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيع الاجر ديالو، انه غادي يلقى الثمره ديال النجاح اللي كيستحق في اخر المطاف. حاجه اخرى، حتى الناس اللي ما توفقوش يعني في الدوره العاديه وما كانش عندهم يعني الحظ انهم ينجحوا ولا حتى الحظ في الاستدراكيه، فهنا راه ما كتوقفش الدنيا، بالعكس هاد الناس هادو بالضبط هما اللي عندهم الحظ اكثر، لانهم هما عندهم فرصه ثانيه عام على قدو باش يعاودوا يبريباريو وتداركوا داكشي اللي ما كانش عندهم العام اللي فات. نهضر بطبيعه الحال مع الناس اللي عندهم حرقه ونفس انهم يقراو وكيقراو مزيان، يعني ماشي مع الناس اللي كيمشيو وكيجيو المدرسه. حتى هادوك يعني في حد ذاتهم راه عندهم فرصه اخرى انهم يستدركوا الحوايج اولا الاخطاء اللي داروا في العام الاول من تفليا ولعبوا سيرواجي، ما يعاودوش ويتجهوا لقرايتهم ويركزوا فيها، وان شاء الله اي واحد تعب ربي غادي يجازيه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، سمحوا لي طولت عليكم بزاف، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ونكون وصلت لكم الرساله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وكنوجد لكم واحد الفيديو اللي هو زوين زوين بزاف وغادي يفيدكم، وخصوصا خصوصا صحاب الباك. فنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي باش يوصلكم جديد الفيديوهات اللي كنحط، ولا كنتوا من المتابعين القدامى ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، وضغطوا على زر لايك الى عجبكم هذا الفيديو، وضربوا شي دويره في القناه ديالي الى عجبكم شي فيديو اخر حتى هو شاركوا مع صحابكم وحبابكم، وحتى هو ضغطوا على لايكات فيه. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او موضوع جديد. السلام عليكم.